التغاء قيادات القوى السياسية مع صلاح قوش ده ما يعني الميدان يلتقوا زي ما داري يلتقوا، لكن الشارع هو اللي حسم القصة، والشارع هو وهو اللي فتح الطوق الأمني وخلى أجبر القوات النظامية إنها تتراجع ويعتصموا الثوار داخل القيادة العامة. ده الهدف الأساسي. الشارع كان هو الأمر الواقع. هو الأمر الواقع. أما لغة القوى السياسية ده إشي إعلامي، دي فورة إعلامية ما عندها علاقة بالشارع ولا عندها علاقة بالميدان. الميدان هو الحسم، والثوار هم الحسم القصة دي، ولجان المقاومة هم الحسم القصة. فيعني اختزال ال 6 أبريل في لقاء قيادات قوى سياسية مع صلاح قوش، إذا التقى بهم ولا ما التقى بهم ده ما بيهم الثوار في حاجة ولا بيهم الثورة في حاجة، لأنه الثوار هم اللي حققوا الانتصار وهم اللي حققوا الحاجات المطلوبة وهم اللي دفعوا الثمن تجاه نجاح ثورتهم دي. أما المراجعات المطلوبة إنه الناس مفترض الجزوة، جزوة الثورة تكون باقية، الهدير المواكب يكون باقي، لجان المقاومة تكون صاحي، لأنه الآن بقت في ضربة وفي هجمة شرسة تجاه لجان المقاومة ولجان الأحياء، بأنه إنه لجان المقاومة بدت في مشاكل بيناتها وفي اختراقات بدت تحصل، في شغل أمني شغالة فيه النظام السابق وأعضاء الثورة المضادة والكلام ده كله. نحن محتاجين ننبه لجان المقاومة بأنه ينتبهوا للمخطط ده، ينتبهوا لأنه الوحدة هي الأساس والوحدة هي الضامن والاستراتيجي، فلا بد من الناس تكون متوحدة. 6 أبريل زي ما قدرت تعمل الضجة وقدرت تنجح ثورة بتاعت جيل كامل، فمحتاجين نماسك هذه الثورة ونخليها مستمرة بوحدتنا وبتماسكنا، وبأنه يا أخي الناس ما تخون بعض، لأنه في لغة بتاع التخوين ظهرت جديدة على الناس، جديدة على السوار، ما نخون بعض، لأنه دي السيف اللي ممكن يسله أي زول تابع لأعضاء الثورة المضادة، يسله ويرفعه تجاه لجان المقاومة تجاه الأعضاء أو القوة الثورية عموما، إذا قوة سياسية أو قوة حرية وتغيير، ولجان المقاومة لضرب الثورة. نقول لهم انتبهوا للسيناريو ده، انتبهوا للحاجات دي. عندنا زي ما الناس ذكرت انه عندنا مهام بتاعت بناء راجعنا، فمنتظرين انه لجان المقاومة تكون شريكة في بناء الدولة.